وضعت المرأة العربية بصمتها في مجالات شتى، وتمكنت من منافسة الرجال وكسر احتكارهم لها. في إطار تدشين عام المرأة، أطلقت مصر في توقيت واحد رحلتان جويتان لأول مرة بطواقم نسائية بالكامل. يأتي ذلك في إطار الاحتفالات بيوم المرأة المصرية، تقديرا لجهودها وتأكيدا لقدرتها على بناء المجتمع. وتعد هذه الخطوة بمثابة انتقالة هامة للمرأة المصرية والعربية، فلقد أثبتت دورها المؤثر والفعال الذي تقوم به في المجتمع في شتى المجالات.